هاي. يعتبر إلفيس بريسلي ملك الروك ان رول، وقبل ما ينشهر كان يشتغل كعامل توصيلات لصالح إحدى شركات الأدوات الكهربائية. دخل من بعد الجيش لمدة 6 سنوات، باع أكثر من 1 مليار أسطوانة حول العالم لما صار فنان، وكان عنده أكثر من 150 ألبوم مختلف. هو حاصل على 3 جوائز جراميز، وأول جولد ريكورد حصل عليه كان سنة 1956 عن أغنية Heartbreak Hotel. تم عرض فيلم إلفيس ألوها فروم هاواي في 40 دولة حول العالم. يعتبر الفنان الوحيد يلي كرمته الولايات المتحدة بطابعين بريديين بال 1993 وال 2015. مين قال إنه ألبوم If I Can Dream لإلفيس كان الأول بالمملكة المتحدة للعام 2015؟ أنا قال. شوفكم بكرة.